كيف يمكن أن تتحدثون عن تحالف استراتيجي ومعظم الدول المشاركة فيه لا تتحدث مع دولة قطر وهناك قطيعة أو هو ما يسمونه حصار صحيح. على قطر صحيح. وكانت تسعى إلى توسيع نطاق هذا التحالف بحيث مين بقى اللي ينضم؟ تفتكر مين؟ تركيا. صحيح. كان التفكير أنه يتم انضمام تركيا. الموقف العربي ثابت أنه 13 نقطة التي طلبتها دول التحالف الرباعي من قطر ما زالت كما هي، لا استمالة ولا انجذاب ولا قبول لعودة قطر أو أي حوار مع قطر أو أي تقارب مع قطر دون أن الـ13 مبدأ. أما أن تعتقد أن هناك أي أزمة طارئة تحدث للسعودية أو لأي دولة من الدول التحالف الرباعي تؤدي إلى القبول بقطر كما هي أو تناسي الـ13 شرط أو أجزاء منها، فهذا أمر مرفوض وغير مقبول.